تفرجنا لكم من جديد بعد ما شاهدتوا عناويننا وأرقام هواتفنا. والحين أكيد يا سوسن رحب زهرة البرنامج، أكيد هي ياسمينة. إذن نرحب بياسمينة أصدقاء الأطفال بعد ما رحبنا فيكم أنتم بداية، وهذه ياسمينة تطل عليكم وتقدم لكم أحلى تحيات إن شاء الله. السلام عليكم. سلام. من معنا؟ شريفة. شريفة شو أخبارك؟ الحمد لله. أنت كل يوم تشاركينا صح؟ أيوة. شريفة كم عمرك؟ أيوة. شريفة كم عمرك؟ ترى بأي صف؟ خامس أول. صف الخامس؟ أيوة. شفتي الموقع اللي صفحنا قبل شوي؟ أيوة. طيب شو تحبي تقولي؟ شو انطباعك أو شو تعقيبك عنه؟ حلو كثير. الحين يا رزان وصلنا للختام، إيش تقولي في الختام؟ إن شاء الله أنكم استفدتوا من فقراتنا المفيدة اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نلقاكم في حلقة جديدة.